راديو نيل. نرجع نكمل السكة دغري على نغم أف أم كل 3-4-5 من الساعة 3 والحد الساعة 4 العصر. معكم إيناس ثروت والكاتبة الجميلة الذكية ميرنا الهلباوي, وبنتكلم النهاردة عن تنذكر ما تنعاد. بالضبط. تنذكر ما تنعاد, احنا اتكلمنا هو عن المقدمة وعن التكنيك, ندخل بقى في المراحل. أوكي. أكتر مرحلة حسيتي إنها كانت مرهقة بالنسبة لك في الكتابة وديتيها حقها كما يجب؟ مرحلة الإنكار والخوف والتقبل. أنا بالنسبة لي يعني من أكثر المراحل ألما هي مرحلة التقبل, إن أنت خلاص بتتقبلي بقى سواء بقى عدم وجود شخص, تقبلي الحاجة الوحشة اللي حصلت لك, خلاص هي جزء من حياتك ولازم خلاص بقى الخطوة اللي بعدها إن أنت خلاص هتعديها وتمشي في طريقك لقدام الشفة. خلاص. فدي بتبقى مرحلة مؤلمة إن أنت خلاص عارفة إن أيا كان اللي ألمك ده هيبقى جزء من حياتك ومتقبلاه وفهماه وفهم انه هو حصل, وبس زي بيقولوا كده ده شو must go on. مش بتخافي او بتقلقي انه الناس تبقى ماسكة عليك ان انت بتقولي حاجات شخصية بين السطور؟ يعني اكيد مش كل الكتاب طبعا, اكيد في شوية خيال في شوية طبعا حبكة كده, لكن لو ما حد بيركز قوي مع حياتك مع الاكاونت بتاعك الفولورز بتوعك, لما بيبعتولك اسئلة من النوع ده بتعملي ايه؟ ما بردش على اسئله شخصيه ومش مهتمه خالص والله العظيم, برضو متناكه ولا عوجان, بس انا بجد مش مهتمه خالص ان اللي يحس ان هو عرف حياتي الشخصيه فيها ايه, مش مهتمه خالص, لان في النهايه انا ما حدش حاجه عندي. انا عارفه ليه بسالك, لان كان في جمله لهند صبري قالت انه مش كل الناس تعرف طبعا ومش كل الناس تعرف حقيقتي اصلا كامله, يعني حتى اللي في الكتاب هو جزء من الحقيقه وعلى السوشيال ميديا جزء من الحقيقه, وانا بختار اطلع ايه في الكتاب وبختار اطلع ايه على السوشيال ميديا. هبقى حقيقيه في اللي هطلعه جدا, ولكن مش عارفين 90% من حياتي على فكره. 90% من حياتي ملكي انا ومحتفظه بيها لنفسي, فمهما كان اللي قدامي هيعمل فريكيكو ويقعد يربط الاحداث ببعض, لا مش دي قشور كمان. بالظبط يعني. بالظبط بالظبط. قولي لي, الكتابه باللغه العربيه سهله ولا صعبه؟ انا بالنسبه لي الكتابه هي لغه عربيه فصحى, كل ما هو دون ذلك انا ما بفهم, يعني براح كل واحد براحته طبعا. طبعا في النهايه انا مع يعني مدارس. كل واحد براحته. بس انا شخصيا كمرنة ما بحبهاش, انا تربيت على كتب نجيب محفوظ ويوسف ادريس ويوسف السباعي, فانا بالنسبه لي وانيس منصور كل دول كانوا بيكتبوا اللغه العربيه الفصحى, فانا صحيح. فهمت شكل الكتابه وعرفت معنى الكتابه من خلال الناس دي. فمن شبع على شيء شبع عليه, فخلاص هنا بالنسبه لي ان انا اكتب. وبالنسبه لي كمان اللغه العربيه الفصحى جميله جدا, يعني لغه عذبه جدا وفيها كميه مرادفات وكلمات. وانت عملتي كده على فكره مبهره, ده من اول المقدمه, اول ما قلتي كلمه التياع قلت لا انا بحب كده. انا عايزه اقول لك انا في اوقات بروح فاتحه المعجم مجنونة خالص, افتح المعجم وادور على الكلمات الجديده اللي ما استخدمتهاش, واحاول ابعد عن الكلمات اللي انا استهلكت او استخدمتها كتير قوي في كتاباتي, احاول الاقي مرادفات ليها حتى ليا انا وعلشان خط حتى القارئ انا ابقى بضيف له حاجه جديده. دي بقى نقطه هسالك فيها, موضوع ان انت ازاي اصلا بتنتجي الفكره على الورق. لكن في جمله بمناسبه ان انت بتكرري مثلا. أوكي. في جمله كررتيها كام مره كده, مش كتير, جمله السحب اللي في شهر اغسطس. طبعا اتكررت مرتين او ثلاثه. بالزبط. بس علقت معايا قوي. طبعا. فبقى فيه. اوكي. يعني لسه الصبح كانت صاحبتي بتكلمي اخبارك, قلت لها حاسه ان في سحب في شهر. بس لا, هي سحب شهر اغسطس حلوة. ما هي معلقه معايا جدا الترم ده, يعني لان هو انت بتبقي فاكره الحياه في شهر اغسطس خلاص بقى شمس وانبساط وحاجات كده ودفى, بس ساعات بتيجي ايام فيها سحابه كده, بس هتعدي. دي نقطة مهمة قوي, خلينا نقول للناس هي كانت مكتوبة في السياق عامل ازاي, في سياق ما تقوليش استني ماشي. ما تقوليش عامل لك اختبار. لا ما تقوليش استني, خبر انا سكت على بالي حالا. فكرة ان احنا لما بننسى فجأة الحاجة بتيجي تاني, ده كان في شابتر ايه يا خبر؟ ما تقوليش ماشي. انا متضايقة قوي ان انا نسيت. ينفع تقبل ممكن. اعتقد تقبل اعتقد انا مش فاكره قوي, بس اعتقد التقبل ان هو انت الانتكاسه. ايوه صح, الانتكاسه. انت صح, الانتكاسه, لان احنا كنا بنبقى فاهمين ان احنا نسينا. بالظبط. وبتيجي حاجه تترجر تاني كل الموضوع من الاول تاني. بس متعامل معاها انها سحابه زي في اغسطس. احنا تمام, احنا الدنيا بقى صيف, احنا لبسنا مزيكتنا, الدنيا كلها جميله, السحابه دي هتعدي, تطلع الشمس تاني, الدنيا هتمشي. فعادي جدا ان الواحد بعد ما يكون فاكر ان هو تخطى حاجه معينه
ان هو يرجع ينتكس. احنا هي المشكله الناس بدات بطلت بس تتعامل مع نفسها انها بني ادمين, بقينا نتعامل مع نفسنا ان احنا روبوت. روبوتس جدا. وواحد زائد واحد بيساوي اتنين, مش عارفين يعني ايه فكره المشاعر رقيقه, والناس بقت تستهزئ كمان بفكره المشاعر الرقيقه. صح. انا عن نفسي كنت بخاف جدا ان اقول على نفسي شخصيه ايموشنال وحساسه في الاول, كنت بحس ان ده ضعف, بس انا اكتشفت ان ده مش ضعف خالص, ان انا اكون شخصيه ايموشنال وحساسه وبحس بني ادمين وحاجات بتضايقني, وبالعكس ده بيبين ان انا بني ادمه. بما ان احنا دلوقتي في وقت صعب على مستوى العالم, والعلاقات أكيد. الانسانيه بقت كمان مرهقه جدا على مستوى الزمالة الاصدقاء طبعا. والحب وكل الكلام, حتى في التربيه بين الولاد والاهل, ازاي لما انا انتكس كذا مره لسه يبقى عندي دافع او امل انه هقوم؟ لانه ليه بقول لك ده؟ لانه احنا في اليوم بننتكس, في اليوم مش هقول لك كل فتره طبعا. بننتكس كتير طبعا, بيخيب املنا في نفسنا حتى طبعا. انه انا ازاي ما نجحتش في الحاجه دي او ما توفقتش في العلاقه دي او كذا, ايه اللي يخليني انا عندي الهمه انه انا اقوم تاني بعد الانتكاسات المتكرره؟ بصي انا بالنسبه لي كنت قريت حاجه في كتاب اسمه اسباب البقاء حيا, وده كان عن كاتب اعتقد امريكي او انجليزي كان بيعاني من الاكتئاب, فكان بيدون رحلته من ان هو برضو في التعافي من مرض الاكتئاب. فكان كاتب ارتكل كده عن الحاجات اللي بتخليه رجع تاني يبص للحياة بمنظور مختلف, وهي حاجات بسيطة جدا. الشمس اللي كان بيحبها, الكتاب اللي كان بيقراه بيحبه, ان هو يرجع يسمع مزيكا تاني, ضحكة بنته, الحضن بتاع مراته. هي الفكرة ان الناس دايما بتقعد تبص على الحاجات الكبيرة قوي هي اللي لازم تحصل, وبننسى الحاجات الصغيرة اللي في يومنا وفي حياتنا اللي هي صح. موجودة ونتعامل معها كأنها أمر مسلم بيه, وده مش كلام تنمية بشرية على فكرة, لأن أنا كنت برضو بتعامل مع الكلام ده باستهزاء. ولكن لما بدأت وبدأت أواظب على فكرة اللي هي قائمة الامتنان بتاعتي, خلتني أبقى ستيبل كده وعلى أرض صلبة, إن أنا لا, أنا في حاجات كتيرة قوي في حياتي حلو, ومش معنى ان انا واتقبل فكره الفشل والخوف. يعني احنا مش هينفع تاخدي من حته من حاجه وتسيبي الحاجه الباقيه, احنا مش كده. صحيح. هي الحياه عباره عن مخاوف ونجاحات وانكسارات وتجاوزات وفرحه وسعاده, انت مش عايز بقى تلعب اللعبه كلها ليه؟ هي باكج, هي باكج. صحيح. بس الحاجه الاكيده واللي بتخليني بكمل بجد ان مفيش حاجه بتستمر على حالها على الاطلاق, كل أيوة. شيء متغير. دوام الحياة في عالم المحال, ودي نعمة على فكرة. طبعا نعمة. طبعا ده كان شابتر مهم كان لازم نعدي عليه الانتكاس. هنروح بقى لشابتر الأمل, ولكن هلعب معك لعبة تانية. يلا بينا. أنغام, سميرة سعيد, نانسي عجرم. على حسب كل أغنية كل منهم إيه. شفتي بقى أنا هعقد اللعبة أكتر, بموت في كده. أنغام خليني شوية معك. ماشي. سميرة سعيد فكرة ليالي زمان دي, ولا نانسي عجرم الدنيا حلوة؟ الدنيا حلوة طبعا. كده كده أرجوك الدنيا حلوة بسرعة جدا.